السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ هقدم لكم النهارده الفيديو ده، هعرفكم الفراخ ده فراخ بلدي هجين او روزي، بتكبر بسرعه والفرخ بيوصل 4 و5 كيلو، بسم الله ما شاء الله، في اقل من شهرين وانتاجه حلو جدا في البيض. الفراخ اللي معانا دي، الفرخه دي بلدي، بتطلع فراخ برضو كتاكيت بلدي نفس النوعية، بس بسم الله ما شاء الله حلو الفراخ ده. فراخ اللي هي السمراء اللي هي الفيومي، في منها بني عسلي وفي منها سودة خالص، بس انتاجها حلو جدا وبتوصل برضو الفرخة من 4 ل5 كيلو. الفراخ دي فراخ بلدي مع فراخ ساسو. الفرخ الساسو بيوصل 4.5 كيلو، والفرخ البلدي برضو بيوصل، بس مع الاكل والغذاء بيبيضوا على 6 شهور. الفرخة دي فرخة بلدي هجين، حلوة جدا برضو، انتاجها حلو. جميع الفراخ اللي هنا كلهم انتاجهم حلو مع الغذاء. طبعا بتاكل علف، بتاكل علف ودشيشة مع بعض، بس اهم حاجة يكون ناشفين، وممكن تجيب لها عيش ناشف برضو تعمليهم خلطة. لو عندك برضو ردة ممكن تعملي لهم ردة كده ناشفة بعيش، وفي برضو لو عندك خضروات او اي حاجة ارميها، اي حبوب عندك في البيت ملهاش لازمة، حتة رز، غلة، الحاجات دي، الشعير بيفرق كتير. برضو نوعية الفراخ دي بتكبر بسرعة، بعد شهرين بتبدأ الفرخة توصل الحجم ده، الديوك منها اكبر من الفراريج، بتبقى عالية شوية، والبيض بتاعها عادي زي البيض البلدي. الفراخ دي نوعية فراخ بلدي، فراخ بلدي وفراخ بياضة، البيضة خالص بياضة، واللي هي الصفرة في بني بلدي، وانتاجها حلو جدا، والديك بتاعها لو معاه فرخة هندية هتطلع في فراخ هندي. والفراخ دي حلوة جدا، بتاكل برضو زي الفراخ الساسو، جميعهم بياكلوا في الاول علف 23%، بعد كده بتخلط لها العلف الطويل والدشيشة البادي، ولو دشيشة خشنة برضو هيعرفوا ياكلوها، والردة والعيش والحاجات دي واي خضرة عندك في البيت. الفرخة بسم الله ما شاء الله بعد ما بتبيض، طبعا بتبيض على 6 شهور، بعد كده انتاجها بتبقى حلو جدا، والبيض بتاعها الفراخ الاسمر فابيض، البيض بتاعها بتبقى بصفارين، والساسو برضو البيضة بتاعته بتبقى بني زي بيض المزارع بالظبط، زي الفراخ الحمراء من نفس النوعية، بيكون بني فاتح وانتاجها حلو جدا، وطعمها مسكر، ولحمتها عاملة زي لحمة البلدي. الفراخ الموجودة دي فراخ بلدي، بس البلدي فيه منه انواع كتيرة، انواع كتيره جدا، الوان واشكال، الاصفر والابيض والاسمر، جميع الانواع، بس الفيومي احسن نوع، هو والبلد الهجين المهجن اللي بيكون مخلوط. طبعا هوريكم فراخ المزارع دلوقتي، دي مزرعه كبيره بس في بلاد بره، شكلها حلو جدا. دي كميه الفراخ البلدي الهجين، بيربوا منها كميات كبيره جدا، الفرخه وزنها بيفوق 6 كيلو، ولحمها مسكر وحلو، وبتستوي بسرعه وبتيجي بسرعه، وبتبيض، انتاجها في البيض بتبيض كل يوم بيضه، بعكس الفراخ البلدي اللي بتبيض يوم ويوم او كل يومين. وبسم الله ما شاء الله كلهم حجم واحد، مفيش منهم فرزات، بتلاقيهم كلهم فرزة واحدة، بتستحمل الحرارة وبتستحمل البرد، كل اللي عليك بتعملها فيتاميناتها واملحها. وبرضو دي فراخ بلدي، بس فراخ بلدي بشراب نوعية تانية برضو، انا زي ما انا قلتلكوا الفراخ البلدي فيه منها كمية كبيرة من الانواع، وبرضو نفس الاكل، جميع الفراخ بتاكل الخضروات وبتاكل الدشيشة والعلف، وانتاجها في البيض برضو، بس كل ما تدخلي على الفراخ المتهجنة هتلاقي انتاجها في البيض وفي اللحم احسن طبعا من الفراخ البلدي. البلدي طعمه حلو وكل حاجة، بس بياخد وقت كبير او عبال ما بيكبر، يعني الفرخة توصل ل5 شهور، بيكون لسه الفرخة صغيرة. الفرخة دي بقى ايه، فرخة ساسو، انتاج الفرخ الساسو حلو جدا وبيكبر بسرعة، برضو احلى فراخ في الطعم، بتبقى مسكرة، بتيجي على 45 يوم زي الفراخ التسمين بالظبط، ورجليها بتنعرف، رجليها بتبقى صفرة وجسمها كله بتبقى احمر وعرفها كبير كده، بس ما بتربيها في البيت احسن 100 مرة، ما تجيبها من المزارع، ما بيفرطوش فيها في المزارع لما يكون خلاص خلصت بيض وكبرت في السن،
بس انت عندك بتربيها على 45 يوم الفرخ ممكن يوصل معاكي 3 كيلو، وبسم الله ما شاء الله بتبقى اكبر من التسمين وطعمه جميل جدا، ولحمته بتبقى غامقه بعكس البلد الهجين. البلد الهجين اللحمه بتاعته بتبقى بيضه، بتبقى الريش اسمر واللحمه بيضه زي البفته. لكن الفراخ هي دي برضو الرزي، الفراخ الرزي لحمها تحوش الريش، بتلاقي لحمها ابيض ابيض جدا جدا، ابيض من الفراخ التسمين. الفراخ الساسو اللي ورا بلحمتها بتبقى مده البني شويه، بتبقى سمره بس برضو مسكره. هتيجي في اخر الدوره بتاعت الفراخ الساسو هتحط لها عيش، عيش ودشيشه. العيش ده بقى بيربي الدهون، بيخليها طعمها مسكر. وبتيجي في الاخر برضو ما يكون انت مقربه تذبحي الفراخ بتحطي في الميه سكر وتقطعي بصل وثوم، بيغير طعم الفراخ خالص. الفرخه دي بقى ديك بلدي، بس بسم الله ما شاء الله عالي جدا، بيكون شرس. والخضره هم على طول في المزارع بيعملوا مساحات كبيره من الجناين وبيحطوا فيها الخضره عشان خاطر الفراخ، طول ما هي ماشيه تاكل خضره وكده مش هيلحقوا عليها طبعا علف. دي المزارع الكبيره في بلاد بره، غير المزارع اللي عندنا هنا بيكون متقفله. وطبعا الفراخ مفيش لا يعلى عن الفراخ البلدي بكل انواعها، اجمل 60 مره من الفراخ اللي هي التسمين. طبعا دي ديك هندي، هندي متهجن، ده الفراخ بتاعته او الكتاكيت بتاعته كلها هتطلع هندي، بيخلطوها طبعا. ممكن تجيبي فروجه بلدي على ديك هندي او فروجتين، البيض بتاعه بيطلع هندي صافي، وده برضو ديك بلا هندي، هندي مخلوط على بلدي من الانتاج بتاعه بسم الله ما شاء الله، بس بيكون شرس جدا، ما تقدريش تقربي عليه لما يكون واخد عليكي قوي. تربية الفراخ عامة متعة، بس الأيام دي كل حاجة سعرها عالي، وعشان تربي عندك فراخ أو كتاكيت لازم يكون عندك ميزانية. طبعا شوال العلف وصل 1200 جنيه. في المزارع بدأوا يعدموا الفراخ، أغلبية الفراخ بدأوا يعدموها من قلة الأكل، وده فراخ الحمراء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. انتاج الفراخ دي بتبقى حلوة جدا وطعمها جميل، بس كل ما تاكلها جاهلة بتبقى احسن. سلام.